تخلص المي. هلأ بتجي غندورة بدها تملي خطي، يا نعورة شوي شوي رح تخلص المي. هلأ بتجي غندورة بدها تملي خطي، يا نصور النعورة ملي للجرة صاروا مكواي عالتنورة والباب نسيتو مفتو. بتجيني يا غندورة متل طيور المي، بدنا عاها النعورة نقعد نحكي شوي. عبالي طول المشوار لكن ما بقدر يا راي، تربت الطبقة فوق النار وامي هلأ مش بالبي. بنطر عالنعورة تاتيجي غندورة، وغندورة لما بتجي مجيتها صغيورة. هالجرة بعبيها وبالبيت بفضيها، تا ارجع مرة تاني من عندك مليها. بفزع يا غندورة يجيلو شي يوم تنسي هالنعورة وتنسى عيني النوم. طول الشمع وحية عينك عيني تسوح وتسأل وين هالنعورة، هي وحدة تشهد علي بيني وبينك. ما بتكون احترقت وبيحكوا بالشير علي لو جارتنا هلأ مرقت. دورة وجرة وجرة ودورة وعبي جرار. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا، عم نطلع عليكم عبر شاشتنا الصغيرة يوميا بتمام الساعة 9 صباحا حسب توقيت عاصمة الياسمين دمشق بمجموعة من المواضيع بتهمكم وبتلامس حياتكم اليومية. إن شاء الله خلال هالساعة والربع نكون خفاف على قلبكم. بالبداية دائما بنوجه تحية لحراس الأرض رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب، وللرجال البيض أيضا، لجميع الأطباء اللي عم يقوموا بجهود جبارة ضمن ظروف صحية استثنائية عم تعيشها البلد والعالم أجمع. رحلتنا الصباحية بلشت، لكن قبل ما نبتديها بدي صبح زميلتي سالي. يسعد صباحك. يسعد صباحك نور، هيك صباحك الحلوة، صباح جو الحلو اللي بلش هيك يتعدى للطقس. إن شاء الله يا رب يحمل هالصباح كل الخير والمحبة وكل الألفة بالقلوب يا رب، رغم الظروف الصعبة اللي نحن عم نعيشها. من مطعم برلين عم نطلع عليكم ضمن ساعة وربع من الوقت ليكون عنا مواضيع وأيضا ضيوف من مجالات مختلفة واستفسارات بتهمنا وبتهمكم. كونوا معنا بحلقة حلوة بعد الفاصل. سالي، أما هلأ صار وقت نروح بجولة على آخر الأخبار المنوعة حول العالم بتقرير زميلتنا سلمى عودة. بداية أخبارنا المنوعة من آخر التطورات التكنولوجية المستخدمة في مطار دبي من خلال استخدام تقنية جديدة للتعرف على الوجه، والتي تقوم بإنهاء إجراءات السفر ووصول ركاب خلال أقل من 10 ثواني.
فمع أجهزة مسح بصمة العين والبوابات الإلكترونية المجهزة بعدادات تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات، بدأ المسؤولون في مطار دبي إجراء جديد للسفر دون مخالطة مع الركاب القادمين إلى البلاد. إلى فلسطين، حيث أسس رواد أعمال فلسطينيون تضرروا نتيجة تفشي فيروس كورونا ويكافحون من أجل كسب رزقهم مشروعا لجمع الخضروات البيئية من المزارعين وبيعها إلى المستهلكين في بيوتهم مباشرة. وتستبعد مبادرات من المزرعة للمائدة التي تشارك فيها العديد من الشركات الناشئة في أنحاء الضفة الغربية الوسطاء، وتوصل خضروات طازجة لبيوت المستهلكين مرتين أسبوعيا، وتزرع المنتجات الزراعية البيئية التي يتم تسويقها للمستهلكين عبر الإنترنت دون أي مواد كيماوية، كما أنها غير معدلة وراثيا وطبيعية 100%. احنا بنحكي دائما انه منتجاتنا بيئيه، وبنحب كمان نشرح ليش هي بيئيه وكيف الزراعه البيئيه بتتم بدون استخدام المواد الكيماويه، وبنحاول نوصل للمستهلك لما ننزل مثلا نجيب خضرتنا نصور له نفرجيه كيف بتصير الزراعه البيئيه. بنعمل مرات مقابلات على السوشيال ميديا من خلال صفحتنا للمزارعين، عشان كمان المستهلك لما يطلب من خضره يكون متاكد تماما انه هاي الخضره خضره بيئيه. ختام جولتنا المنوعة مع صاحبة الطعم الذي يحبه الجميع، وهي بطبقات من الجبن وشرائح اللحم، إنها البيتزا التي أصبح بإمكان الجميع الحصول على شريحة منها بالحجم والسعر الملائم في تونس، حتى الذين يحبون طعمها بأوراق الذهب ويستطيعون دفع ثمنها، حيث اخترع مطعم إيطالي بيتزا بقيمة 999 دينار، أي ما يعادل 360 دولار أمريكي، بطعمها الفاخر وأوراق الذهب الصالحة للأكل. فكان مؤسس المطعم أحمد هرقل، وهو من رغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى بيتزا في إفريقيا، كثير من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي لم يعجبهم السعر. وأيضا رح ننتقل يا نور لمجموعة من الأحداث شكلت بالتتالية عبر الزمن حكاية يوم. اليوم 15 آذار، كثير من الأحداث شكلت بتتاليها ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها: بعام 1498 المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى مدغشقر ضمن حملة للوصول إلى الهند بحرا. وفي عام 1907 فنلندا تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق. في عام 1922 إعلان استقلال مصر بموجب تصريح 28 من شباط الصادر من طرف بريطانيا. وفي عام 2016 أندرو وايلز يفوز بجائزة أبل لإثباته لمبرهنة فيرما الأخيرة. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثلها اليوم: من عام 1830 بول فون هايس، كاتب ألماني وحاصل على جائزة نوبل في الأدب بعام 1910.
ومن الشخصيات يلي غياب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1997 فيكتور بازريلي رسام فرنسي. هي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم 15 آذار. نهاركم سعيد. سالي، موضوعنا الطبي لليوم بهم كل الأمهات يمكن اللي عم يتابعونا. اليوم نحكي عن صحة الفم للأطفال، تأثير السكريات على أسنان الأطفال، قديش ممكن فعلا تشكل بكتيريا، ممكن يكون في مشاكل بالأسنان، نخور، بالإضافة لرائحة الفم الكريهة. ويمكن سالي دائما بيشوف مجتمعاتنا بيقول لك هذا ولد صغير خليه ياكل، معلش لا تحرمه. صح. لا صح. في نسبة من السكريات ما بصير تدخل على الجسم بعمر مبكر لأنه إلى آثار كتير سلبية على صحة جسم الإنسان وعلى أسنانه. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتورة هزار نشاوي، اختصاصي في طب الأسنان. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم دكتورة هزار. يسعد صباحك. ويمكن موضوعنا بدت نور هيك بشغلات عن جد مهمة وخاصة للأطفال، يعني انه الطفل معلش ياكل اللي بده اياه، وعن جد بصير في اهمال كتير كبير حتى من الاهل يعني. فخلينا اول شيء نبدأ تناول السكريات، قديش هي مضرة على الاسنان؟ هي على الصحة مضرة ولكن بنخص الاسنان هالمرة. تماما. هلا بشكل عام السكر نحن لما بنتناوله مثل ما بنعرف انه البيئه الفمويه بتحتوي بالعاده على جراثيم طبيعيه، يعني هي بتكون متعايشه مع الفم، لكن لما بيدخل السكر للاسنان وخاصه اذا كان بكميات كبيره فهو بيتحد مع هاي البكتيريا الموجوده بالاسنان وبيتحول لحموض مسيئه. هاي الحموض بتدمر من بنيه السن او بالاحرى بتزيل من طبقه المينا مع الوقت، فتكرار العادة كتناول السكريات بكميات كبيرة ولزمن طويل بخلينا نفقد بنية المينا بشكل مبكر خاصة عند الأطفال. مثل ما حكيتوا الأطفال بعمر مبكر نحن في كتير مفاهيم خاطئة، خصوصي لما بنعطيه مثلا عنا متلازمة اسمها الرضاعة الطبيعية، يعني عن طريق ما يسمى نعطيه الحليب عن طريق الببرونة بالطريقة العامة. فنحن لما بنعطيه من خلال من عمر الأشهر لمدة سنتين نكون عم ندمر له بنية الأسنان، خاصة خلال فترة طويلة بالليل، يعني هو بياخذ هذا الحليب وبينام لمدة 4-5 ساعات. هون بنية الأسنان السكر مع الوقت خلال هالفترة الطويلة بتصير بتفقد المينا مع الوقت، وبتبلش عندي نخور بتتشكل خاصة على الأسنان الأمامية، يعني الأسنان الأمامية هي اللي بتتأثر بالبداية وبتدمر عندي بنية المينا ومع الوقت العاج وبصير عندي نخور ومشكلة واسعة بالأسنان. دائما نلاحظ فعلا عند الاطفال الاسنان الاماميات هن اللي فيهم النخور وفيهم مشاكل. صحيح. بس قديش مهم نحافظ على صحه الطفل، صحه فم الطفل من البدايه؟ يعني نحن عم نقول كنا بالمقدمه انه مثلا تلاقي ولد عمره سنتين عم ياكل شوكولا، عم ياكل ايس كريم، بتلاقيه عم ياكل احيانا المصاصه اللي هي طول الوقت على الاسنان سكريات. صحيح. هي كمان بنشوفها بشكل شائع بيقول لك انا ما بدي احرم ابني. لا، فيني انا بنفس الوقت ما احرمه ببعض القصص الصحيه. صحيح. لحافظ على البنيه الصحيه للاسنان خصوصا اللبنيات، يعني احيانا بنشوف اطفال اللبنيات اللي ما فرموا بتلاقيهم مسلسين وفيهم مشاكل كثير كبيره. كثير مهم نحن نحافظ على صحه الاطفال بمراحل مبكره، لانه بنجنبهم بمراحل متقدمه انه نحط مثلا تقويم يفقدوا اسنانهم بوقت لاحق. الاسنان اللبنيه كثير بيفكروا الناس انه هي اسنان نحن بنفقدها وبتعود. لا، الاساس هي الاسنان اللبنيه انه نحافظ عليها، لانه اذا صار فيها مشاكل بصير عند الطفل مشاكل بالنطق، ممكن مشاكل بالتغذيه، إذا فقد أسنانه اللبنية بوقت مبكر ما عاد فينه يمضغ الطعام. صحيح. ممكن مشكلة تجميلية للأطفال بالمدرسة بيعانوا منها. فلا، الحفاظ على الأسنان اللبنية كتير عامل مهم بمراحل مبكرة. نعم دكتورة هزار، أيضا حكيتي عن البكتيريا أنه البكتيريا هي اللي موجودة بالفم هي أحيانا بيكون لها نافع للجسم، ولكن هي مضرة أحيانا للأسنان إذا كان في سوء خلينا نقول تصرف للشخص. كتير أشخاص بيناموا بيتعشوا وبيناموا بلا ما يفرشوا أسنانهم، كان هي سبب للنخور وتعشش البكتيريا. اي تمام. هلا نحن لما مثلا بنقلل من المحافظه على الصحه الفمويه، بنقلل من التفريش مع تناول الحميه الغذائيه او تناول غذاء بيحتوي على سكريات او كربوهيدرات، هذا الشيء بيخلي اللويحه تتراكم لوقت طويل.
مع الوقت بصير الاسنان تراكم البلاك على الاسنان لوقت طويل بيسبب لي النخور. هي ممكن تبلش بنخور بدقيقة بسيطة نحن ما نشعر فيها، يعني بتبلش بتكلسات بيضاء، بقع بيضاء، لكن مع الوقت النخور بتصير جائحة نحن بنشعر فيها بوقت دخول الألم فقط. ممكن هذا الوقت يعني نحن بنقدر نحافظ على السن انه بس نعالج النخر ونحط حشوة تجميلية او طبيعية، او ممكن نحن ساعتها اذا كان النخر كتير جائح بدنا نستأصل العصب بمفهوم انه نسحب عصب السن. تمام. فنحن امراض الاسنان والنخور السنيه كثير فينا بدايتها بده يكون من المحافظه على صحه الاسنان، من التفريش، من ازاله اللويحه بشكل سليم. طيب خلينا نحكي عن يمكن كيف فينا نحافظ على صحه فم الاطفال بشكل سليم، ما نتعرض لهدول التفاصيل بعمر مبكر، يعني من عمر السنتين فينا نقول كيف فينا نحافظ، لانه حتى توجه لدكتور الاسنان مع النخر وهي والتكاليف هلا الكبيره فينا نتجنبها من خلال المحافظه على الاسنان من البدايه. هلا بالنسبه للاطفال كل الدراسات الطبيه بتقول انه نحن لازم نبلش نهتم باسنان الاطفال او نفرشيهم مع بزوغ اول سن لبني. يعني نحن مو مثل ما بيقولوا انه لا الطفل ما بيعرف يفرش اسنانه، ممكن يعني يبلع المعجون بكميات كبيره تاذي جسمه، ففينا نحن من خلال عناية الأم مع الطفل أنه تبدأ بتفريش أسنانه. إذا كان بالأشهر الأولى ممكن بقطنة مبللة أنه هي تأمله اللويحة الموجودة على الأسنان أو بقايا الحليب الطبيعي أو حتى الحليب اللي بيتناوله الطفل. فينا نحن بأعمار لما الطفل بفوت على المدرسة نعطيه معجون أسنان حاوي على فلورايد. تحرير الفلور هو بقي من النخور أحياناً، فينا نطبق للطفل الفلور بالمدرسة من خلال مضامد فموية أو حتى منطبقها بالعيادة. نعم. طبقة من الفلور بتقي الطفل من الإصابة بالنخور. في مواد كمان بالنسبة للأطفال بتمنع من النخور منطبقها بالعيادات، مادة كتير بسيطة وشفافة هي مادة سادة بنسميها، هي بتمنع النخور وبريفنتيف، يعني كتير بتعمل وقاية للطفل آمنة يطمن عنه. آمنة للأطفال. طبعا إذا هي بتكون يعني مواد مدروسة إذا طبقت ضمن العيادة السنية بشروط معينة آمنة وفعالة بالنسبة للنخور. نعم، يعني أيضا مثل ما بنعرف نحن الأطفال بيحبوا المشروبات الغازية، يعني مثلا وخاصة الملونة اللي بتحتوي على سكريات كتير كبيرة، قد ايه كمان في لها أضرار، خاصة يعني لو أسنان الأطفال هي أسنان لبنية كمان أيضا ممكن تأثر على اللثة على النيرة تبعهم، يعني مع بيكتروا كتير من المشروبات الغازية. صحيح. هلا المشروبات الغازية مثل ما بنعرف بتحتوي كتير على نسبة سكر وبالإضافة هي لمواد حمضية. هلا هي المواد الحمضيه بتساوي عند الاطفال يعني ما يسمى بالتاكل الحمضي، تاكل حمضي معمم، يعني بتزيد من حموضه المعده وبتاثر على الاسنان، ممكن على الطبقه الخارجيه. مع الوقت ممكن ايضا تسبب انحسار باللثه وتراجع لثوي، فنحن ما كثير بننصح الصراحه بتناول المشروبات الغازيه. هون الصحه الغذائيه يمكن التغذيه بتلعب دور. تمام. قديش فينا نحافظ على صحه اسناننا وعلى نظافتهم؟ نحن بشكل عام حتى يعني للاطفال وللكبار انه لازم نتجنب تناول المشروبات الغازيه، انه بتسحل كثير من طبقات الاسنان، يعني بتنقص من عمر الاسنان. فنحن اذا شربنا لازم بعدها نشرب كميات بسيطه ونقوم بالمضمضه بالماء، ما نفرش الاسنان لمده ساعتين، لانه في كثير مفهوم شائع انه التفريش مباشره بعد الطعام والمشروبات الغازيه كمان بيسحل طبقه كبيره من الاسنان او المينا. فنحن لازم بالدرجه الاولى نتجنب المشروبات الغازيه، نقلل منها للحد الادنى، ونعتني ايضا نزيد العنايه الفمويه. يعني ايضا كمان دكتوره هزار بدنا نحكي عن رائحه الفم الكريهه اللي حتى بيعانوا منها نور، يعني عندهم في عالم مشكله فيها. صح، حتى الصغار بشكل ممكن نلحظها. صحيح. يعني رائحه الفم الكريهه خلينا نحكي مشكله شائعه، في لها سبب رئيسي، واحيانا بيقولوا انه بيكون هضمي، يعني غير الاسنان هضمي بيكون. مثل ما حضرتك حكيتي هلا مشكلة رائحة الفم مشكلة شائعة الحقيقة، وكثير مرضى بيراجعوا العيادات وبيشكوا منها بدون ما يعرفوا السبب. هلا أسبابها العديدة، بالدرجة الأولى سوء العناية الفموية، يعني في مريض مثلا بيكون مرضى ما بيفرشوا، يعني سوء اعتناء بالتفريش. عدم العناية بالتفريش مثل ما بنعرف بيخلي فضلات الطعام تتراكم بين الأسنان، مع الوقت بتتخمر هاي البقايا وبتتحول بلاك ولويحة بتسبب هي الرائحة الكريهة بالدرجة الأولى. هلأ ممكن يكون سبب رائحة الفم أيضا بعض الأمراض، ممكن أمراض معدية
بوجود بعض الجراثيم مثلا، او ممكن التدخين بالعادات الفمويه. نفس الاسباب يعني احيانا بنشوف في اطفال عندهم رائحه فم كريهه، ممكن احيانا بيقول لك لانه بيشرب حليب بعده صغير، لانه طفل هلا ممكن يكون عند الطفل سببين، ممكن رائحه الفم الكريهه او التهاب اللوزات. التهاب اللوزات بيسبب رائحه فم كريهه لانه بيكون في عندنا جراثيم لا هوائيه باللوزات هي اللي بتسبب، يعني بالنهايه في بكتيريا موجوده، بكتيريا هي السبب الرئيسي بهي الرائحه. طيب يمكن عم نشوف مثلا بالاونه الاخيره مثل ما قلنا نخور بشكل كثير كبير عند الاطفال، قديش فيني انا اتحكم بهذا النخر يعني مشان الطفل ما يخسر سنه؟ قديش النسبه لازم بتكون فينا نقول؟ لانه في كثير بتلاقيهم بمرحله كثير فينا نقول متقدمه بيقولوا لك لا هذا بدنا نستغني عن هيدا السن وبدنا نعمل تلبيس او نعمل جسر. بعد ولد صغير كيف فينا نحافظ على هي الاسنان مع النخور من طبعا خلال معالجتها؟ مثل ما حكينا في اجراءات وقائيه كثير بالنسبه للاطفال عديده، ابتداء من نعطي الطفل فلور عن طريق انه المضمضه او طريق الجهاز الهضمي، نحن بنضيف فلور للماء فلوره الماء، او عن طريق بنطبق في ماده وقائيه ايضا هي ساده للنخور، يعني نحن بنطبقها باسنان الاطفال خاصه الخلفيه. بيمنع النخر من التمدد يعني من بيمنع بيوقف النخر وبيمنع من تقدم النخر. تمام. حتى الاسنان السليمه بيمنع من انه يبلش النخر فيها. تمام. وفي مواد بتحرر الفلور، هي الماده بتحافظ على البيئه الفمويه عند الطفل وبتمنع من بدايه النخر. ففي اجراءات عديده عند الطفل لازم الاهل يهتموا فيها ويساووا له اياها، بالاضافه للمراقبه الدوريه عند طبيب الاسنان، ممكن الخاص بالاطفال او العام. يعني لأن الأطفال بتلاقيهم آخر خيار بالنسبة لهم بيخافوا من دكتور أسنان، فعم نحاول يمكن نحكي بعض النصائح من خلال ممكن الأم تعملها بالبيت. أكيد أكيد، نحن كل ما حافظنا على صحة أطفال الأسنان كل ما جنبنا بالمراحل يعني المراهقة أو شيء إنه يحط تقويم أسنان، يعني كل ما حافظنا على بنيوتهم وبنية العظم عند الطفل جنبنا مشكلات تالية كوضع التقويم، تزاحم الأسنان، هي المشكلات الشائعة عندنا. تمام دكتورة، إذا خلينا نحكي عن الطرق التنظيف والعناية الصحيحة بالأسنان وخاصة التفريش، يعني أحيانا بيفرشوا أسنانهم هيك لازم يكون بشكل عمودي دائما نحن من نوع ثلاث ثواني إنه نفرش أسناني خلاص واجب علينا وخلاص، فقديش مهم إنه يكون في طريقة صحيحة لتفريش الأسنان، أيضا المضمضة ضرورية وعدم مثلا الأكل الحوامض كثير أيضا ممكن يأثر على الأسنان. تمام، طريقة التفريش هلا نحن لازم بالبداية بالنسبة لفرشات الأسنان بالحالات اللي ما فيها أمراض نستخدم فرشات أسنان ناعمة، ما كثير نحن نرد لسه أثناء التفريش، يعني بنعرف كل شيء زايد عن حده ممكن يضر الجسم، فلسه إذا أنا فرشت بطريقة يعني بقوة زائدة أو راضة بيأثر على اللثة وممكن تتراجع، لا نحن أنا بفرش بطريقة يعني بقوة متوسطة وبطريقة دائرية، بفرش من اتجاه اللثة لاتجاه الأسنان. بالنسبة للمضامد الفموية يعني يفضل إنه نحن نعمل مضامد مرتين باليوم، مرة صباحا ومرة مساء، حاوية على الفلور. هلا ممكن نستخدم مضامد ما تحتوي على الملونات مشان ما تسبب تصبغ الاسنان. الخيوط السمية كثير مهمة، نحن نساويها مرتين اسبوعيا. هي قليل بتلاقي الناس بتهتم فيها، لك صوتي هي قاسية او صعبة وكمان بدها مجهود وقليل، بس صحيح. هي مهمة لازم نعملها مرتين تاخذ وقت. طبعا هي اهميتها بتزيل الويحة اللي ما بتقدر فرشات الاسنان انه توصل لهالمناطق، فبتزيل هي البكتيريا. بالاضافه كمان تنظيف اللسان هو كمان مكان بتتجمع فيه كميه كبيره من البكتيريا داخل الفم، فكل هي الاجراءات اذا اتبعها الشخص بشكل دوري كافيه بانه يحافظ على صحه اسنانه. طيب احيانا بنشوف خلال تفريش الاسنان دائما في دم مرافق خلال هون بيكون في مشكله باللثه، هلا اذا مره واحده ممكن هي مثل ما قلنا سينا على اللثه، بس اذا بشكل دائم يعني انا عم فرش اسناني بشكل مستمر في نزيف او بتلاقي شويه دم مرافق وانت عم تنظفي اسنانك. صحيح، هلا النزف اذا كان بدرجه خفيفه او خفيف اثناء هو شكل طبيعي، يعني يعتبر علامه طبيعيه من علامات اللثه السليمه، بس طبعا لما بيزيد النزف عن حد معين اذا كان معمم على كل الاسنان ونحن بنلاقي ممكن باضافه في علامات اخرى احمرار باللثه مع النزف، ممكن يكون في التهابات لثويه بهي المنطقه فعلا يعني. طبعا هي القصه بقى بتصير التهابات لثويه بتسبب حساسيه سنه، نحن لازم نعالج هالالتهابات اللثويه بهالفتره. صحيح، ايضا خلينا نحكي شو الاوقات اللي لازم الواحد يفرش فيها اسنانه؟ عن جد في احيانا عالم انه يلا بعد ما تاكل اي لقمه
بتروح بتفرجي اسنانها، يعني مثل ما حكيتي دكتوره كل شيء زاد عن حده ونقص. هلا ممكن مره الصبح ومره المساء، يعني الطريقه والوقت اللي لازم الواحد ممكن يستفيد منه وقت يفرشي اسنانه شو هو؟ هلا هو المفروض الواحد بعد كل وجبه طعام صبح وخلال بعد الغداء وفتره العشاء لازم يفرشي. تمام. بس اهم مرحله بالتفريش هي قبل النوم، لانه نحن يعني الشخص اذا تناول عشاء وما فرش اسنانه ممكن تتراكم اللويحه مده 6 ساعات، هي اكبر عامل مسبب لامراض اللثه وبدايه النفور. فاهم وقت للتفريج هو طبعا قبل النوم، اهم من باقي فترات. هي الطبقه اللويحه اللي عم نحكي عنها هي الطبقه البيضاء اللي بتكون فوق الاسنان، يعني بتشوف مثلا من الحالات دائما عند الاضراس الخلفيه في طبقه بيضاء قاسيه، لانه يمكن فرشايه الاسنان ما بتوصل لها، او يمكن عمليه التنظيف تكون غير صحيحه، او مثل ما قلنا تسربات من الاطعمه. هي اللويحه اللي يعني احنا عم نقصدها ولا شو بنسميها؟ هي الطبقه الكلسيه، هذا الكلس بنسميه، او بالمفهوم الطبي القلاح. هذا الكلس اللي بيتجمع نتيجه تراكم اللويحه لمده 3 أشهر 4 أشهر. فهذا سببه، هذا الكلس سببه اللويحه، انه الشخص ما بيفرشي لمده 3 أشهر 4 أشهر. هلا ممكن الكلس يتشكل ايضا نتيجه طبيعه اللعاب، طبيعه المي، بس طبعا اذا كان في عنايه فمويه وتفريش بمرات عديده نحن بنخفف من طبقه الكلس بالحد الادنى. حلو كثير. يعني كمان ايضا دكتوره حكينا عن مواضيع جدا حساسه ومهمه، بدنا نرجع نحكي عن الشغلات التجميليه. دائما بيلجأوا للشغلات التجميليه قبل المعالجه، قديش مهم انه نعالج النخور قبل البدء باي عمل تجميلي. وعم نشوف ايضا حالات كثير اللي عم يحطوا فينير احيانا عم يصير عندهم كمان خراجات، التهابات مو معروف سببها، احيانا بيكون سببها عدم سحب عصب السن او عدم معالجته قبل البدء بتجميله. قدم من هالقصه. صحيح، كثير صبايا وسيدات عم يلجأوا بالوقت الحالي نحو مفهوم الفينير والتجميل وهالقصص، بس بالبدايه انا قبل ما اعمل اي اجراء تجميلي لازم يكون عندي الاسنان صحيه وسليمه، يعني خاليه من النخور، خاليه من الالتهابات اللثويه، لانه اي اجراء تجميلي انا بدي اجي احط عدسات على الاسنان، على اسنان فعلا هي منخوره ومهدمه او في نخر قريب للعصب، انا حيفشل عندي التجميل ومشكله النخور والاعصاب حتزداد بالبدايه. فانا لازم ركز بالبدايه عالج الاسنان، زيل منها النخور، الاسنان اللي بتحتاج لسحب عصب اسحب عصبها، بعدين الجا للحل التجميلي. يعني الحل لازم نعالج الاسنان بالبدايه بعدين التجميل. صحيح. بالختام لنشكرك دكتوره هزار نشاوي اخصائي طب اسنان على وجودك معنا، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا وشكرا لكم. شكرا لك دكتوره، وشكرا للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، اهلا وسهلا فيكي. اما هلا نور رح ننتقل لريف حماوه، تحديدا في المركز الثقافي في السلميه، حيث كان حقول معرفيه عديده وموضوعات واسعه ومتنوعه توزعت ايضا في المعرض في المركز الثقافي. حنروح لهالتفاصيل مع محي الدين فهد. حقول معرفية عديدة وموضوعات واسعة متنوعة تتوزع على مئات العناوين في معرض أقامه المركز الثقافي في مدينة السلمية، حيث تصدر المعرض مجموعة من كتب الأدب والروايات التي صدرت حديثا وكل ما يهم الشباب والقراء بشكل عام. هذا المعرض بشكل سنوي تقيم وزارة الثقافة، بيتضمن مجموعة كبيرة من الكتب اللي هي سياسية اجتماعية حتى للمسرح للأطفال. بتمنى أنه دائما يكون في عنا رواد من كافة الفئات للمركز الثقافي العربي في سلمية. طبعا نحن موجودين حاليا بالمركز الثقافي بمدينة سلمية في معرض لكتب قيمة تم عرضها حاليا، كتب سياسية، كتب أدبية، كتب قصص، حتى كتب أطفال. في عليها خصم حوالي 60% من مجموعة من قيمة هذه الكتب. طبعا نتمنى نحن أنه من كل الناس يتوجهوا إلى هذا المعرض. وأنه جيت على المعرض وفي كتير أنه كتب رائعة وحلوة وقيمة وللأطفال وللكبار، ومنشجع كل أنه الناس تجي وتتفضل. وبحسب القائمين على المعرض والزوار فإنه يكتسب أهمية كبيرة لتناوله جوانب متعددة من ثقافة التي تسهم في تعزيز القراءة الورقية وصولا إلى تحفيز نسبة أكبر
من المجتمع للاندفاع نحو القراءة. للأخبارية السورية محي الدين فهد. اما هلا سالي محطتنا التاليه مع مساحه العمل التنموي، قديش اليوم عم نشوف كثير من الجمعيات الى دور كثير فعال بالمجتمع، عم تقوم بنشاطات واسعه ومهمه. اليوم في عندنا اسبوع الاسره عم تقوم فيه جمعيه سبل، كثير من النشاطات بتضمنوا هيدا المشروع، وهي مش النشاط الاول للجمعيه، دائما خلال السنه في عده نشاطات عم يكون ضمن برنامجها السنوي. نحكي عن هيدا الموضوع اكثر معنا عقاب نصر الحلبي منسق اعمال جمعية سبل التنموية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك عقاب، كيفك؟ يا هلا يسعد دائما صباحك. نحن هيك مواكبين التفاصيل، فنحن اليوم رح نحكي عن فعاليات اسبوع الاسرة، خلينا نحكي لمشاهدينا عن هذه الفعاليات. صباح الخير. بداية بنحكي عن اسبوع الاسرة السورية او ايام الاسرة السورية اللي اطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. نعم. وكجمعية اهلية نحن معنيين بالاسرة بشكل عام وتحديدا ذوي الاعاقة والطفولة المبكرة. فركزنا بنشاطنا خلال هي الايام الاسرة السورية على بكافة مناحي او بكافة المجالات، خلينا نقول مجالات تدريبية صحية بيئية حتى الرعاية الاجتماعية وما شابه. بدأنا بأيام الأسرة السورية يوم الأحد مبارح بعدة نشاطات، اللي هي تكريم مدراء المدارس بمناسبة عيد المعلم، وزيارات ميدانية على الصفوف، طريقة التعليم التي تقدم، الاطلاع على صفوف الدمج لأطفال الإعاقة المدامجة داخل مع المدارس. كمان كان في إشراف على كل طفل، زيارة غرفة المصادر الاطلاع عليها ما تحتوي، ايضا تكريم المدرسين وزياره كانت ميدانيه على كل المعلمين بضمنت 7 مدارس، اضافه لرياض دور رياض الاطفال عمر 3 سنين لـ6 سنوات، كمان اليوم كانت زيارتنا ميدانيه لهم. حلو. وعديد من الانشطه حتترافق خلال الاسبوع. خلينا نحكي عن هي الانشطه، نحن لما نقول اسبوع الاسره السوريه اليوم يمكن عم نعيش ظروف استثنائيه وصعبه، 10 سنين من الحرب فتنا بالعام 11، في كثير الظروف يمكن قاسيه على كل اسره مرت فيها. دائما لما نستضيفكم من ضمن انشطه الجمعيه بتركزوا على هي التفاصيل، يعني دائما على دمج ذوي الاعاقه، دائما على الاسر اللي هي فعلا محتاجه للدمج الاجتماعي، ما بنحكي نحن مادي قد ما هو كمان شيء معنوي ونفسي. خلينا نحكي عن هي النشاطات القادمه ضمن لما نقول اسبوع للاسره، انتم مو فقط اللي مشاركين، في عده جمعيات مشاركة، صحيح؟ إذا بدي أحكي على الهدف الرئيسي من أيام الأسرة السورية، هو الهدف الرئيسي منه هو الوعي الذاتي والوعي الجمعي. الوعي الذاتي للشخص للفرد، لاحقا ممكن ينتج عنه هو الوعي المادي أو المعنوي أو أي شيء تقدير بدنا نحصله نحن من الخارج. بداية بدي بلش بالتقدير الذاتي كوعي ذاتي اللي أنا أقدر حصله. فأيضا بدأ يترافق معنا ورشات توعوية للأمهات، للسيدات، على طريقة وعيهم بذاتهم كسيدة كأنثى، إضافة لأنه نحن ما اليوم نكون اتكاليين بس في رب أسرة واحد بالبيت. أيضا هذا كله بتدخل ضمن حملة أيام الأسرة السورية، من أهم الأهداف اللي عم نشتغل عليها واللي أتقنتها الوزارة، يعني ضمن أهدافها أنه اليوم ما يكون في عندي معيل واحد بالأسرة، ممكن الأم أو ممكن السيدة أو حتى العائلة، يعني لو ممكن شخص مسن قادر على العمل والإنتاج بهي الظروف اللي هي كتير صعبة، اللي كلياتنا حتى هون نحن عم نشتغل مواطنة، يعني حتى اليوم لما نحن كأشخاص أو خلينا نقول كلياتنا ممكن بمستوى واحد او بضائقه واحده، فهي عن جد بحاله مواطنه تعمم على كل الشعب. فهون احنا دورنا بقى كجمعيات كيف طريقه خلينا نقول انتشال هذا الواقع، كيف نفتح مسارات، كيف نفتح السبل. تمام. يعني ايضا عقاب دائما نحن عم نركز على مو بس على الانشطه، نحن عم نركز ايضا على الظروف، نحن ممكن ناخذ بعين الاعتبار تفاصيل معينه للعمل ولا التوجيهات. خلينا نحكي عن النشاطات، دائما نحن نحكي عن الاجندات اللي انتم بتحطوها، بنحكي عن طريقه تنفيذ هذه الاجندات، خلينا نحكي عنها. هلا بدايه نحن اليوم اي نشاط لازم يكون في تنسيق على المستوى اللوجستي الإداري أيا كان. لاحقا حتى نقدر نبلش بممارسة نشاط بده يكون في عندي هدف، أنا ليش عم أشتغل؟ ما هو الموضوع اليوم أنه أنا بس اشتغلت نشاط، شو هدف صحيح منه؟ صحيح. لحتى أقدر يعني بس أنا اليوم إذا بدي أحكي نشاط أطفال، أوكي رقصتهم لعبتهم ضحكتهم، لا هذا أبدا ما هو نشاط. الرسالة في هدف ناتج عنه، هدف تربوي وهدف سامي ناتج عن هذا الشيء. لما نحن اليوم عم نحكي أسرة
الموضوع كتير وسع كتير كبير، يعني عم بحكي عن كافة الأفراد، عن الجنسين، عم بحكي عن فئات عمرية، فروقات فردية، فروقات عقلية أيضا مختلفة وبيئات مختلفة. فقديش هون نحن عم نجمع هاي الفئات كلها تحت مظلة واحدة بمكان واحد بأنشطة معينة، نعم، لحتى نحن نحدد كيفية انطلاقة لهي الأطفال، كيف نحن ممكن نخليهم الطفل حد ذاته، نعم، الطفل يعرف وين المكنون تبعه، نعم، نوجهه صح، لأنه الطفل اليوم هو يعني مراية الأهل، مراية البيت، تربية خصبة تماما، نعم. فكيف نحن اليوم بدنا نبلش نشتغل صح مع الأطفال لحتى نأهلهم، إضافة لذلك بدنا نأهل الأم، بدنا نأهل الأمهات أو السيدات كيف هن يقدروا ينطلقوا مع أطفالهم. ما بدنا اليوم لا شعارات ولا بدنا كلمات ولا بدنا نظريات ولا بدنا اقتباسات، بدنا شيء عملي، بدنا شيء حاكي الواقع، شيء حاكي اللي خلينا نقول الوصول للقلوب قبل العقول. صح. قديش هي كمان بتعطيكم يمكن نوعا ما مسؤوليه ومجهود كبير، وقلت خلال حديثك انتم جمعيه سبل عم تحاولوا تفتحوا سبل امام جميع الناس، قديش فيكم فعلا مثل ما قلنا تساعدوا ضمن امكانياتكم؟ عم نحكي الانشطه اسبوع الاسره حكينا من امبارح لليوم، استكمال لهي الانشطه شو هي؟ اذا استكمالا عندنا زياره لدار المسنين، زياره دار الكرامه للمسنين، اضافه لزياره دور اعاقه وجمعيات اخرى بدمشق. دائما دمشق عندكم كبير حتما، لانه نحن اليوم جمعيه لحالها مو ضروري يكون انا بذاتي بس بمملكتي عم بشتغل او بمركزي، لا المفروض يكون في تعاون اكبر، عم يكون في تشبيك مع الجمعيات الى حد ما، اكيد في تشبيك بهي هون يصن بيعود على يعني بيحقق نتائج اوسع طبعا، لما حتى بصير في تعارف، لما في علاقات عامه حقيقيه وتشابكيه بين الجمعيات بينتج اكثر مسؤوليه مجتمعيه اكبر، يعني نتيجه نوصل لتشاركيه اوسع. تمام. يعني دائما في عقبات بتواجه الانسان باي شيء بيعمله، وايضا دائما بنرجع بنقول انه الظروف المحيطه بتاثر، لاي درجه عم تحاولوا انتم تتجاوزوا لهذه العقبات للوصول للهدف والرساله اللي انتم بدكم اياها؟ كثير الموضوع هذا واسع. صح. يعني العقبات هي دائما موجوده، العقبات هي دائما خارج عن ارادتنا، بس هي احيانا فعليا بتكون خارج عن ارادتنا، يعني اي تغيير ممكن يصير، اي اطراء، اي وضع، حتى ممكن نحكي اليوم على مستوى الطقس هذا يعتبر عقبات ممكن تتغير. فدائما احنا في لازم هيك يكون عندنا مرونه، خلينا نقول، لتغيير اي نشاط او خطه يعني بي حتى نحن نقلب عليها اي شيء جديد. العقبات اليوم ممكن تواجه اكثر شيء هي من التعامل مع المستفيد، كيف نحن نوصل للمستفيد، كيف نحن المستفيد نوصل له، كمان تقبل لهذا الشيء تماماً. يعني هي كمان يمكن كمان نوعا ما بتوفر عليكم وقت ومجهود، هو تقبل الاخر. قبل كنا نلاقي صعوبه، يعني اليوم عم نشوف جمعيات ضمن الازمه اللي عشناها موجوده على الارض، في لها دور فعال، في ناس خلص صارت تشبك مع الناس، صارت تعرفها. قبل كنت في صعوبه لما هيدا المستفيد قديش فيني انا اوصل له. في كثير من الناس ما بتعترف انه عندها مشاكل، في كثير من الناس ما بتقول انه انا بحاجه مساعده، في كثير من الناس لما تدق بابا بتقول لك لا شكرا انا ما بدي، مع انه هي بامس الحاجه لهي التفاصيل كلياتها. هلا هون كيف نحن بنقدر نوصل ما قلت للقلب قبل العقل؟ تمام. يعني انا اليوم بدي اقدم فائده، بدي اقدم مساعده، بدنا نبتعد شوي عن ما يسمى المرئيات، يعني او الظهور على ظهور على الظهور، تمام؟ يعني ما بتزبط كثير. المستفيد اليوم عنده عزه نفس، عنده صحيح اباء، انه هو ما بيقبل ممكن تكون مساعده من اي حدا، فالمفروض نحن كيف نقدر نوصل له بطريقه غير مباشره، كيف ممكن نقدم هاي المساعده بطريقه غير مباشره، كيف ممكن نحن نوصل خلينا نقول لاطفالنا، او اذا اليوم عندنا اطفالنا كاطفال الاعاقه، الاطفال اللي عندهم اضطرابات، عندهم مشاكل، وكيف ممكن نحن نقنع الاهل بمشاكل اطفالهم، يعني خلصنا نحن بندمجه، او ان اليوم الاهل عندهم نظره ابني خالص ما فيه شيء، بدي احطه بروضه، بيروح على روضه بينفاجئ انه هو لسه ما انه منتهي من مرحله العلاج، ما انه متاهل لا اكاديميا ولا نمائيا، فبصير في عندي مشاكل كمان هون. هي العقبات بنواجهها دائما، والمشكله الاكبر هي الانتكاس عند الطفل بعد ما انتهى مرحله العلاج، بعد فتره انه هو الطفل ممكن الاهل رجعت البيئه، يعني خلينا نقول مثلا رجع للشاشات، رجع للعزله، ما عاد اندمج، ما عاد اشتغلوا معه الاهل هون للاسف، او رجع لمشاكل حتى البيئه النفسيه بتلعب دور، هي كلياتها بتسبب ارتداد لورا بحاله الطفل، كمان مشكلة كتير كبيرة بنعاني منها، هي أحد العقبات اللي عم نواجهها بالغالب.
نعم، يعني ايضا كمان خلينا نحكي لتوجهاتكم لعام 2021. نعرف 2020 كورونا كانت يعني جائحه هلا لساتها مستمره، ولكن دائما نحن مع اخذ الحيطه والحذر فينا نحن نكفي امورنا ونشاطاتنا. حكي لنا عقاب عن لمين عم تتوجهوا بعام 2021؟ لاي فئه، لاي شريحه؟ تحديدا اليوم لما بقول جمعية أهلية فنحن لكل فئات المجتمع، ما فيني حد شيء على شيء. نشاطاتنا التدريبية مستمرة دائما، نشاطات المهنية أو التأهيل المهني. بشهر القادم شهر نيسان شهر التوعية بالتوحد، بالطيف التوحد، عندنا حملة واسعة بهذا الخصوص، حتكون يعني حتى على الشوارع، على البيوت، على السوشيال ميديا، بورشات توعية بالمراكز الثقافية، مراكز ثقافية بدمشق كلها، توريب دمشق، لحتى نحن نقدر نوصل لأكبر شريحة ممكنة من هدول الأطفال، إضافة لنشاطات بيئية بيشاركونا فيها أطفال التوحد بحدائق العامة بدمشق، لحتى الناس تظهر تعرف تميز، تشوف هدول الأطفال ما يضلوا مخبائين، ما يضلوا بالبيوت. شو اللي حابين تحققوا بال 2021؟ ويمكن استضفناك سابقا، كان في نشاطات كثير قمتوا فيها بال 2020، بس بتقولوا انه نحن حققنا هالقد، حابين نوصل مثل ما قلت لاكبر عدد، او حابين نوسع هذا المشروع ضمن المحافظات السوريه؟ هلا بدايه نحن كجمعيه مشهره بدمشق وريف دمشق، اكيد الهدف اكبر، الهدف اوسع، مستفيدين لما نحن اليوم بيجينا مستفيدين من حمص، من درعا، من سويدا، من القنيطرة، من اماكن بعيده، يعني صحيح. على دمشق فقديش معناها مستوى واصل، او اسم الجمعيه واصل لاماكن بعيده، الناس تتمنى. في مستفيدين عم يجوا بشكل اسبوعي يعني لحتى يتلقوا خدمات العلاج، خلينا نقول باضطرابات النطق وما شابه. طيب هون نحن بحاجه انه نحن نوصل لعندهم، نحن نروح لعندهم. الأطلاء الأطفال بحاجتنا أكثر، هون مسؤولية بتكبر، لكن نحن دائما ما زلنا بحاجة الدعم، بحاجة أيادي بيضاء تساهم معنا لحتى نقدر نوصل لهدول الأطفال ونقدم لهم أكثر شيء بيستفيدوا. نعم، يعني أيضا عقاب دائما هذا عمل الجمعية هو هادف وإنساني، وعلى العمل الإنساني دائما يعول على الشباب، في خاصة هلأ بهذه الفترة الحالية. حكيت لي أنه من عدة محافظات عم يجوا ليأخذوا العلاج في برنامج معين، مشان يعني ما نظلم حدا عن حدا، وأحيانا بيكون في عندكم ضغط وعجقة، حاطين برنامج معين لهذا الموضوع، عم تقدروا تضبطوا هذا الموضوع وتسيطروا عليه؟ لأنه بعرف الأعداد كبيرة. هلأ إذا بدي أحكي أنا اليوم على المستفيدين، أكيد كتير كتار. اليوم بدي احكي انا ما في عندي شيء اسمه يعني في ضبط، اكيد في ضبط، بس ما بدي اقول انا تمييز طفل عن طفل قطعا، هذا الموضوع نهائيا غير موجود بالقاموس اساسا، يعني هذا الموضوع حتما غير موجود. حلو. فانا اليوم بدي كل طفل حسب حاجته، لكن اذا بدي احكي محافظات فانا ما فيني كل يوم يكون الطفل عندي، يعني ممكن نحن يا يوم بالاسبوع يا يوم بالاسبوع حسب بعد المنطقه، حسب ما يحتاج الطفل. قد يعني في اطفال تحتاج مثلا لفترات معينه او لاسبوع مكثف او اسبوع مكثف، تلاقي الاهل ممكن يعني يسكنوا بدمشق هاي الفتره او يتواجدوا بدمشق، او رغم الصعوبات بس عم لكن رغم ذلك يعني هي عم يعني يتعذب بعم يعني مسافة الطريق ساعتين او ثلاثه او اربعه، وكيف ماديا حتى بالنسبه صح. للاهل عبء تكاليف عابئه يعني، بس ان شاء الله كتير. يمكن بنشوفكم بالايام القادمه لكم مراكز بجميع المحافظات ان شاء الله، هيك بنشوف نجاحات على الصعيد الانساني مثل ما تعودنا عليكم، دائما الطابع الانساني هو غالب على يمكن نشاطات جميع الانشطه للجمعيه. وكثير من الشباب السوري عم نتفاجئ فعلا بالمخزون الموجود ضمن الشباب السوري، موجود على الارض وعم يقوم ضمن الامكانيات الموجوده. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك عقاب، وان شاء الله هيك عن جد بنشوفكم عم تكبروا اكثر واكثر، وخاصه بهذه الاعمال الهادفه والانسانيه. اما هلا نور رح ننتقل لانجاز جديد وخطوه متجدده في هيئه التميز والابداع التي اطلقت مؤتمر صحفي للاولمبياد العلمي السوري لليافعين في الرياضيات والعلوم. تفاصيل الاوفى كانت مع زميلتنا زينب العاقل. نحتفل بإطلاق الأولمبياد العلمي لليافعين، وهذا اليوم أتى تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للرياضيات. هذا اليوم سيتيح الفرصة
لأبنائنا من المراحل الانتقالية للتدريب على الأولمبيادات أو المسابقات العالمية، وبالعكس هذه فرصة لرعاية أفكارهم وتطويرها، وتكون هناك لجان تتابع هؤلاء اليافعين وتنمي قدراتهم العقلية ومساهماتهم أيضا في بناء المجتمع، في تطوير المواد العلمية والبحث العلمي. يعني أنا بعتبرها مشاركة لأبنائنا الصغار أو اليافعين في تطوير المجتمع. المراحل المقصودة أو الصفين المقصودين هنا صفين السابع والثامن رح يكونوا عنا، وبالنسبة لمراحل التسجيل رح يكون عنا المرحلة الأولى واللي هي التسجيل عم يكون أونلاين، رح يسجلوا بعد مرحلة قبول عنا، رح يتم بدء فتح أبواب التسجيل من 20 آذار، ومن بعدها معنا 10 أيام رح يكون مفتوح التسجيل، وبعدها رح يباشروا بالمرحلة الأولى اللي هي رح تكون اختبارات أونلاين بيقدموا مثل ما حكوا الأساتذة، ومن بعدها اختبار كتابي على مستوى المحافظات، والمرحلة النهائية اللي هي التصفيات النهائية بناخذ الطلاب 50 الأوائل من كل اختصاص، يعني 100 طالب رح يكون عنا، رح تكون خلال شهر آب. أما هلأ سالي ننتقل لمحافظة حمص مع فعالية طفولة وأبداع اللي هي نتاج عمل أطفال برنامج مهارات الحياة في مديرية الثقافة بالمحافظة. التفاصيل مع مراسلنا أسامة ديوب بالمادة التالية. تحت عنوان طفولة وإبداع أقيمت احتفالية نتاج عمل الأطفال واليافعين ضمن برنامج مهارات الحياة في قسم الطفل بمديرية ثقافة حمص، وتخلل الحفل معرض فني وتكريم الأطفال الفائزين بمسابقة وزارة الثقافة وفقرات فنية راقصة. اليوم حفلنا هو حفل توزيع جوائز وزارة الثقافة، المسابقة السنوية لوزارة الثقافة اللي عم تطلقها كل سنة بعنوان طفولة وإبداع. حفلنا اليوم لنوزع للفائزين الأطفال من المسابقة السنوية، الأطفال ذوي الاحتياجات، من أبناء الشهداء، الفائزين بمجالات مقالي تصوير والمقالي. فحبينا اليوم نعمل هذا الحفل تكريما لإلهم لحتى نشجع أطفالنا الآخرين ويكونوا ملهمين لغيرهم من الأطفال. بالنسبة كمان لحفلنا اليوم بيتضمن توزيع جوائز للفائزين بأصغر قارئ. كريم كأصغر قارئ، يعني أنا طبعا بحب هذا الشيء، وأنا طموحي أن أصير كاتب بالمستقبل. طبعا انا هلا حاليا بحب قصص الروايات المشوقه والالغاز. شكرا للتكريم من وزاره الثقافه، وهو الخط فن وابداع وجميل جدا. حاصل على جائزه وزاره الثقافه الخط العربي، جائزه تشجيعيه. طبعا الخط العربي هو فن وذوق، هو حليه الكاتب وهو من الفنون الجميله. كتبت المقالي عن معلم الاشره، وانا الحاصل على الجائزه الاولى بالمقالي، ولما بكبر بصير كاتب، واتمنى اكون مهندس وكاتب واتعلم. حصل على جائزه بالخط العربي، فرحنا كثير بالجائزه، وشكرا كثير لكم، هي الجائزه بتشجعنا وبتطورنا مواهبنا. تهدف الاحتفاليه الى تشجيع الاطفال لمتابعه الابداع وتنميه مواهبهم وصقلها وتعزيز ثقتهم بانفسهم، اضافه الى اظهار المواهب وتطويرها بشكل دائم من خلال برنامج مهارات الحياه. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.
يعني رح نبقى هيك نور مع الثقافة والتميز، ورح ننتقل لأنشطة الهيئة العامة السورية للكتابة التي أعلنت عن طرح جوائزها السنوية بالمجالات التالية: حنا مينا للرواية، سامي الدروبي للترجمة، عمر أبو ريشة للشعر، القصة الموجهة للطفل، وأيضا اللوحة الموجهة للطفل. لحديث أكثر وبشكل موسع عن هذا الموضوع بسنا رحب بالأستاذ سلام فاضل، المسؤولة الإعلامية في الهيئة العامة السورية للكتاب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين. يسعد صباحك. كنا عم نحكي تحت الهواء أنه يمكن من أكثر النشاطات الثقافية اللي تقام خلال العام نشاطات يمكن المكثفة عندكم بالهيئة السورية للكتاب. خلينا نحكي عن الجوائز اللي تم إطلاقها يوم أمس، خلينا نفصل للناس أكثر. تماما. هلا مثل ما تفضلتوا وحكيتوا انه اطلقت الهيئه العامه السوريه للكتاب للسنه الخامسه على التوالي جوائزها الادبيه. طبعا بالبدايه هن كانوا ثلاث جوائز ادبيه، هي جائزه حنا مينا للروايه، جائزه سامي دروبي للترجمه، وجائزه عمر ابو ريشه للشعر. قبل سنتين انضاف جائزتين جديدتين لا مجموعه الجوائز الخمس الثلاثه هذول، لانه بسبب انه نحن لاحظنا انه في اقبال كبير على التقدم لهي الجوائز. لاحظنا في اقبال من الكتاب، من الادباء، من الشعراء على التقدم لهي الجوائز. مشان هيك طرحنا جائزتين ثانيات قبل سنتين، وهن جائزه القصه القصيره الموجهه للاطفال وجائزه اللوحه الموجهه للطفل. طبعا غرض هي الجوائز او الهدف الاساسي من هي الجوائز هو تشجيع التنافس الادبي، هو البحث عن الاصوات الجديده، هو محاوله تشجيع الكتاب والادباء والرسامين والشعراء على الانتاج وعلى تقديم نتاجاتهم، ومن خلال التنافس الادبي هذا لحتى يتم الاضاءه على هي النتاجات الادبيه. طبعا مثل ما خبرتك قبل شوي انه للسنه الخامسه على التوالي طرحت الهيئه جوائزها الادبيه الخمسه اللي هي بتختص بالروايه، بتختص بالشعر، بتختص بادب بالقصه القصيره الموجهه للطفل واللوحه الموجهه للطفل، وبتختص بالترجمه. طبعا في مجموعه من الشروط اللي موجوده ضمن هي الجوائز. طبعا مجموعة هي الجوائز يعني فينا نقول خمس جوائز تشترك بمجموعة من الشروط، منها انه هي جوائز موجهة للكتاب والرسامين السوريين والعرب المقيمين في سوريا. طبعا بالنسبة لجائزة القصة والشعر والرواية والترجمة بيتم تقديم ثلاث نسخ مطبوعة ورقيا بالإضافة لنسخة سي دي بتتقدم على ديوان الهيئة العامة السورية للكتاب. هلا طبعا ولا تقبل المشاركات اللي يعني الكتاب او الشعراء او الرسامين او الادباء اللي شاركوا بالدورات السابقة لا تقبل مشاركاتهم بالدورات الحالية. بالإضافة لهذا الشيء انه لازم تكون النتاجات الأدبية هي نتاجات غير مقدمة او غير منشورة سابقا بأي دار نشر او بشكل الكتروني. ان حصلوا على جائزة وان ما حصلوا ما بصيروا يشاركوا، ولا فقط اللي حصل على جائزة؟ لا، هلا اللي قدموا على الجوائز السابقة وفازوا تماما اللي فازوا ما فيهم يقدموا على الجائزة هي. مثل ما خبرتك كمان لازم تكون انه النتاجات الأدبية او الفنية هي جديدة وغير منشورة سابقا، يعني ما لا منشورة بأي لا بشكل الكتروني ولا عن طريق دار نشر. هلا فيما يخص الترجمة، جائزة سامي دروبي للترجمة، هلا الترجمات بتشمل طبعا هي السنة ترجمة عن اللغة الأصيلة عن ثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والروسية، وممكن الترجمة عن لغة وسيطة إذا كانت الترجمات عن الكورية أو اليابانية أو الصينية أو البرتغالية. طبعا وبتشمل الترجمات طبعا مجموعة من يعني كل ما له علاقة بالآداب، بالفنون، بالعلوم وبالمجالات الفكرية المتنوعة. هلا فيما يخص جائزة القصة القصيرة الموجهة للطفل، طبعا هي الجائزة لازم
انه تكون مختصة بجنس القصة القصيرة، لا تقبل المشاركات باي جنس ادبي اخر. طبعا لازم تكون موجهة للاطفال اللي هن بين تقريبا سن 7 لـ15 عام. طبعا ومواضيع طفلية بتشجع مثلا على الطفل على مثل ما بيقولوا تمثل الاخلاق الحميده. يعني ايضا خلينا نحكي استاذة سلام عن معرض الكتاب، اللي زاروا معرض الكتاب رجعوا مبسوطين من قصه كثير يعني مهمه، اللي هي سعر الكتاب عم بيكون رغم خلينا نقول الغلاف، رغم الشغل عليه، رغم الطباعه، باسعار جدا مناسبه، ويمكن كخطوه لتشجيع القراء على اقتناء الكتاب بعيدا احيانا عن النت، بعيدا عن الشغلات الثانيه، نرجع نعزز هيدي الثقافه انه نحن نقرا كتاب ملموس اللي بيكون فيه متعه اكثر. قديش كانت خطوه مهمه هالاسعار اللي حاطينها؟ تماما. وبنعرف هي الاسعار يعني اقل من، يعني في تكلفه اكبر من هي الاسعار يعني. طبعاً. على عاتق الهيئه السوريه للكتاب. طبعا هلا مثل ما يعني حابة أخبركم أنه بالنهاية وزارة الثقافة للهيئة العامة السورية للكتاب هي وزارة أو مؤسسة ثقافية غير ربحية، يعني نحن بالهيئة العامة السورية للكتاب هدفنا نشر الكتاب الجيد ذو المضامين الفكرية والأدبية والثقافية لعالية المستوى وبسعر أسعار رمزية جدا، لأنه بالنهاية نحن ما هدفنا الربح بقدر ما هدفنا نشر الفكر والثقافة والأدب. وبهي المناسبة بما أنه نحن عم نحكي عن موضوع الكتب الورقية، فافتتح مؤخرا فينا نقول بعشرة الشهر الحالي افتتح معرض شهر الكتاب السوري. طبعا افتتح هذا المعرض، هو بيستمر ل30 كمان الشهر الحالي. افتتح هذا المعرض طبعا بالمراكز الثقافية ونوافذ البيع التابعة لها بالمحافظات السورية كافة، وبالإضافة لهذا الشيء بالمعرضين الدائمين، بمعرض كلية الآداب بجامعة دمشق وبمعرض تشرين بجامعة اللاذقية. طبعا وبنسبة حسم 60% على سعر الغلاف، يعني فينا نقول انه عدد هاي المعارض بالمحافظات السورية كافة وصل ل30 معرض تقريبا. بما يخص معرض جامعة دمشق كلية الآداب كان فيه تقريبا ما يقارب 950 عنوان، وكان في إقبال كبير تماما. مع الشهد يوم الافتتاح والأيام التالية له إقبال كبير على اقتناء، يعني فينا نقول الناس ما بدها ترجع على الكتاب نوعا ما، وهذا هدف أنا تماما. يعني هلأ أنا من وجهة نظري أنه العالم ما فيه أبدا تستغني عن الكتاب الورقي، حتى مع أنه مثلا أنه الكتاب الإلكتروني صار له رواده وصار لهم الناس اللي مثلا هن بيستمتعوا بتناول او قراءته، بس بنفس الوقت نحن ما فينا ابدا نلغي دور واهميه الكتاب الورقي اللي هو يعني من النادر الا له دوره ومكانته بضل. يعني مع كل هالتفاصيل استاذة سلام فاضل بدنا نتشكركم، بنتمنى لكم التوفيق، بدنا نشكر هيدي الجهود المبذولة دائما لانه نحن بالفكر نرتقي. شكرا لوجودك معنا وشكرا للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها. اهلا وسهلا. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم وشكرا لذوقكم. بدنا نشكرك اكيد استاذ سلام فاضل على وجودك معنا، نوجه تحيه كثير كبيره لكل العاملين بالهيئه العامه السوريه للكتاب على الجهود الجباره، وخصوصا وزاره الثقافه، لانه قلنا ظروف استثنائيه لكن الانشطه الثقافيه ضمن هي الظروف لم تتوقف ابدا. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. اما هلا سالي بننتقل من عالم الثقافه لعالم السياسه وموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي هديل علي. صباح الخير هديل. صباح الخير نور. صباح الخير سالي. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. موجز لآخر وأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. دهمت مجموعات من ميليشيا قسد مدرستين في مدينة رقة، في حين شهدت المدينة إضرابا عاما احتجاجا على ممارسات الميليشيا العدوانية والتخريبية. وذكرت مصادر أهلية
أن مسلحين من ميليشيا قصد دهموا مدرستين في مدينة الرقة وخطفوا 7 مدرسين واقتادوهم إلى معسكرات التدريب لزجهم لاحقا في صفوفها. وأشارت المصادر إلى أن حالة الرعب والخوف سادت بين الطلاب نتيجة عملية مداهمة لحرم المدرستين والصفوف الدراسية فيهما. أكد رئيس حزب العمال التركي أركان باش أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مصاب بالصدمة جراء صمود الدولة السورية بمواجهة الإرهاب الدولي، مطالبا إياه بتغيير سياساته العدوانية تجاه سوريا. وقال باش أن أردوغان صدم بصمود الدولة السورية أمام تدخل العشرات من الدول في مقدمتها تركيا، وأمام عشرات آلاف من الإرهابيين السوريين والأجانب الذين لجأوا وانضموا للتنظيمات الإرهابية مثل داعش والنصرة وأمثالها. أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق حريقا ضخما اندلع في مبنى سكني مؤلف من 4 طوابق بشارع الباكستان في دمشق. وقال العقيد علي حسن معاون قائد فوج إطفاء دمشق إن الحريق نشب نتيجة احتراق أحد خزانات الوقود على سطح البناء، وأن النيران امتدت إلى الطريق السفلية ما تسبب بإصابة 3 أشخاص خلال محاولتهم إخمادها. وأضاف العقيد حسن أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق. ألقت القوات العراقية القبض على 3 من إرهابيي تنظيم داعش خلال عمليات أمنية لملاحقة فلول التنظيم في العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار غربها. وأفادت قيادة عمليات بغداد بأن القوات الأمنية نفذت عمليات استباقية في مناطق شمال وغربي بغداد أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين 2 ومصادرة أسلحة مختلفة. أعلنت القوات المسلحة الليبية أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت عناصر إرهابية كانت تخطط لإعادة تمركز التنظيمات الإرهابية جنوب البلاد. وقال مسؤول عسكري ليبي أن قوة العمليات الخاصة نفذت عملية نوعية طالت أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في أوباري، وتمكنت من ضبط رجلين وامرأة من عناصر التنظيم الإرهابي وتفجير مخزن للذخيرة ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة مخزنة بالمكان. أخيرا قتل شخصان وأصيب آخرون إثر إطلاق نار خلال حفلة بمدينة شيكاغو. وأفادت وسائل إعلامية محلية أمريكية نقلا عن الشرطة بأن أحد المشاركين في الحفلة أطلق النار في المكان مصيبا عدة أشخاص. من جهته قال قائد شرطة شيكاغو أنه تم العثور على 4 أسلحة في الموقع، مشيرا إلى أن العديد من المصابين ما زالوا في غرفة العمليات. الموجز انتهى، عودة إليك نور. شكرا لك هديل. أما هلأ مشاهدينا وصلنا لمحيرة، ودائما السوري له بصمة وتميز وإبداع مش فقط ببلده على مستوى العالم. صحيح نور، على مستوى العالم. وهاليوم محطتنا الأخيرة مع الإنجاز بطريقة إبداعية، المصطلح ليس بغريب عن أبناء الشهباء، حلب الشهباء التي هي على موعد دائم مع الحالة الحضارية. رح نتحدث عن أحد أبنائها يلي درس الهندسة المعمارية فيها ووصل للعالمية ورجع لسوريا ليساهم بفكره ومعرفته بمرحلة جديدة، إن شاء الله يا رب مرحلة إعادة الأعمار. بصرنا نرحب اليوم بضيفنا المهندس المعماري مهند باشا. صباح الخير.
الخير يا مهند، شرفنا بوجودكم. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. اول شيء استاذ مهند، نحن دائما فخورين بشباب سوريا المميزين المبدعين اللي دائما بيرفعوا اسم بلدهم بالعالي على مستوى العالم، ونحن سعيدين اليوم بوجودك. قبل ما نحكي عن الجوائز بعمر صغير اللي حققتها على مستوى العالم، خلينا نحكي بالبدايه عن دراستك للهندسه المعماريه بحلب. طبعا اول شيء درست الهندسه المعماريه، دخلت طبعا كان الهندسه بده يكون شخص كرييتيف، بده يكون شخص عنده ابداع اكثر من التفكير كحفظ، لازم يفكر دائما بمشكله وحلها، وكان عندي حب لهالشيء طبعا. ودخلتها دائما عندي قاعده، انا اذا بدك تنجح بشيء لازم تحب الشيء، فاذا عم تحط 10 ساعات وعم تحط ساعه انت بالطريق الصح، والحمد لله توفقنا باختيارنا كان الهندسه المعماريه. الحمد لله. اكيد دائما مثل ما قلت لازم الواحد يكون بيحب الشيء ليبدع فيه، وانت مو بس ابدعت، انت وصلت للعالميه وحصلت على جائزتين حتقلنا عنهم، واحده من براغ والثانيه من روسيا الاتحاديه. تفضل. الجائزه الاولى كانت لمشروعي التخرج نفسه، قدمت مقترح لجائزه براغ انسبايرلي اووردز، والحمد لله كان داخل اكثر من 5000 وتقريبا 600 شخص، تم اختيارنا نحن بالنهائي وربحنا جائزه فيها على مشروع التخرج. عن شو كان مشروع التخرج؟ مشروع هي اكبر جائزه طلابيه بالعالم. مشروعك انت؟ مشروعي التخرج. كان استثماري باللاذقيه، مدينه سياحيه. حلو. قدمنا المشروع ودراسه السياحه وجذب الاستثمار، طبعا نحن دائما بدنا نجذب الاستثمار لسوريا مشان عمان ان شاء الله، وكانت هي فكره المشروع. وثاني جائزه قدمتها طبعا كانت بمشروع سكني للجمهوريه الروسيه، قدمنا تريزيني ووردز الجائزه، والحمد لله كمان ربحنا جائزه فيها، وكانت اول جائزه بيربح فيها عربي من تقريبا 15 سنه. ولهيك نحن كثير كثير سعيدين بوجودك، بنقول لك الف مبروك مره ثانيه. خلينا نحكي شو اللي دفعك للمشاركه والوصول للعالميه اليوم، لما نحكي شاب صغير عمرك 25 سنه، اول شاب عربي بيحصل على هي الجائزه بعد 15 سنه فينا نقول غياب للعرب. الجوائز لها دور كبير بالتسويق، يعني اليوم نحن وقت نشتغل مشروع او نشتغل خطوط بدنا نورجي للعالم خطوطنا. انا كشاب من سوريا من حلب صعب اوصل لبلدان خارج اطار بلدي، فالاقوى دعاية هي انه تربح مسابقه، وتربح مسابقه بيصل صوتك وبيصل شغلك لكثير ناس. 100%. وقت ربحنا المسابقات وصرنا نقدم شغلنا للسوشيال ميديا وبتعرف تسوقي حالك ويكون شغلك مختلف. الفكره دوما يكون شغلك مميز عن الباقي مشان يتميز عن الباقي، لان في يعني تقريبا كل سنه بيتخرج كثير معماريين كلياتهم بيدخلوا على سوق العمل، خاصه على بيدخلوا على السوشيال ميديا على سوق العمل. صحيح. بصير تنافس كثير كبير بمصر لحالها، في تقريبا 1.5 مليون مهندس عاطل على العمل بيشتغلوا على الانترنت، تخيل كميه الضغط وكلهم بينزلوا بالاسعار. بدك تتميزي، تميزي بخطوطك، خذي السنه وتميزي بخطوطك وبكون المنافسه اسهل بصير لك. طبعا لازم هالشيء يكون في سعي بالجامعه بايام الجامعه، طبعا هي النقطه لوضحها بالشباب انه يكون في سعي ايام الجامعه شيء ويشتغلوا هنا عم بيدرسوا بمجال عملهم. نعم. مهند كان معكم ايضا طلاب منافسين عم يسعوا لياخذوا الجوائز، ونحن ايضا كطلاب سوريين بنقول انه نحن مرقتوا بفتره صعبه، درستوا بظروف قاسيه، ما اعرف حلب شو مر عليها، ورغم هذا الشيء اصريت نجحت ووصلت. كان في منافسه، كيف كانت اجواء المنافسه؟ هلا شوف، الشغله الوحيده اللي ساعدتنا كثير كمان، انا بحب اتشكر هي الشغله، اني انا رغم الازمه بسوريا وبحلب خصوصا رغم الحرب وكانت ايام صعبه، الرئيس دكتور بشار الاسد دكتور مثقف ما سكر الجامعه يوم واحد، انا لو مالي متخرج او مالي مقدم المواد كنت ما وصلت اللي وصلته، ما قدرت اكمل دراستي. صحيح. وهذا الشيء انا كثير يعني بشكر سياده الدكتور. وثاني شيء وقت انا المنافسه الى لذه دوما، خليك يتحفز، اذا في محفز بخلي الثاني يشتغل على حاله، اذا ما في محفز الثاني ما بلاقي سبب. بقى كان دائما في محفز اني بلد مثل منافسه بين بلدان، وبتسمع مثلا بينك وبين تركيا او بينك وبين اي بلد ثاني بتصير دائما محفز لك تربح، لاني دوما وقت بتربح بتصميمك بتميز والناس كلها بتحكي فيه. صح. وطبعا دعايه كبيره، وهذا الشيء كان محفز دوما لي اني اصل للعالميه عن طريق شغلي ما اشتغل حدا. ويمكن الرد الاكبر ضمن الظروف مثل ما قلنا اللي عشناها صعبه طبعاً. خلال الازمه وخلال الحرب وحلب الشهباء كان لها حصه كبيره من الارهاب اللي حاول يمكن يطفئ منابر العلم، لكن تمت مضيئة بجميع شوارع مو فقط محافظة حلب وسوريا أكمل. اليوم
انت كشاب يمكن هذا الانجاز رد على هي الاعداء ورد على الظروف الصعبه، ومثل ما قلنا دائما يمكن الالم بيولد الابداع. كيف فينا نقول جهودك يمكن تستثمر اليوم بمرحله اعاده الاعمار؟ لانه نحن عم نحكي عن مش مهاره عاديه، دائما الشباب السوري عنده مهارات ومخزون ينافس ويضاهي العالميه اليوم. اعاده اعمار هلا نحن عم نعمل مشاريع، هلا انا عم بصمم مشاريع خارج بلاد سوريا، عم نحاول نجيب استثمار. انا حلمي طبعا بسوريا، هون نعمل اول ناطحه سحاب بسوريا. ليش؟ دائما ناطحه سحاب هي معلم للبلد. صحيح، بنصير ننقل صوره، بنصير ننقل الصوره الحلوه عن سوريا الموجوده هلا بالامان. ثاني شغله اذا بتصير لاند مارك، اذا بتصمم كمعلم برج هون 50 طابق وفوق، بننقل بنجذب الاستثمار لداخل سوريا، بنرجع وهذا اللي بدنا اياه نحن، نجذب نرجع الاستثمار لداخل سوريا وينصب هالتمويل كلياته بالاقتصاد وينعش الاقتصاد عنا. وثاني شيء المشاريع اللي تم الحديث فيها، طبعا حكينا باكثر مشروع استثماري هون من قطاع خاص ومن قطاع عام هون بالشام، وان شاء الله يا رب انا بتمنى دوما ان يكون اول بصمه الي كمعماري طبعا مو بس برا، يكون ببلدي ان شاء الله قريبا. تماما، هيدي النقطة كثير اللي بدنا نركز عليها، انه انت رغم تميزك خلينا نقول، تفوقك بدراستك، تعبك، جهدك اللي انت قمت فيه، الا انه نقطة الرجوع هي للوطن او للبلد يلي نحن اللي هي عطتنا، يلي نحن يعني انتوا عن جد بجهدكم وصلت، ولكن البلد قدمت لابناء العلم عطتهم، واكيد اللي مثلك بيرجعوا عليها. فقديش المهم هي النقطة انه نحن نستثمر فكرنا ببلدنا، ما ننقله لبرا بس. بالنسبة لي أنا سورية، من أول ما طلعت فكر بالرجوع فورا، ما كنت بفكر طالع ومالي راجع، لا كنت بفكر طالع. اجتني فرصة واغتنمت الفرصة طبعا، وبعد ما يصير عندي فرص هون رأسا بغتنم الفرصة، مشان هيك أنا رجعت هون فاتح شركتي هلا كمان بحلب بسوريا إن شاء الله، ونوظف كمان سوريين كمان نقدر نعطي خبرة لهم. وإن شاء الله أنا دائما برجع بقول أي حلم أي مهندس مين ما سألتي يكون أول بصمة له ببلده. صحيح، دائما حلمنا إن شاء الله. هلا بنشوف إلك مشاريع فعلا مثل ما قلت، هلا عم نقوم يتم دراستها ان كان قطاع عام ولا قطاع خاص ضمن مرحله اعاده الاعمار، لانه بالاخير البلد بيعمرها ابنائها بسواعد ابنائها الى جانب رجال الجيش العربي السوري. بالختام اذا حابب تحكي كلمه اخيره لكل الطلاب اللي عندهم كمان طموح وحلم يكونوا متواجدين على مستوى مو فقط سوريا والوطن العربي، على مستوى العالم. نصيحتي هي نصيحتي بدي احكي عن تجربتي الشخصيه اللي انا استفدت منها. اول نصيحه هي وقت تدخلوا الجامعه دائما اسالوا المتخرج شو عم يعمل، شو راتبه، شو عم يشتغل، شو طلبوا منه. هدول الاسئله ما بنسالها نحن لبين ما نتخرج، وقت نتخرج بنصدم بالواقع. صحيح، روحوا ادخلوا سنه اولى، روح اسال متخرج، بعدين وقت بقول لك انه انا مالي موظف صار لي 6 اشهر عرف في شيء غلط، معناتها لازم تشتغل على حالك وانت بالجامعه. انا بس بتمنى يضيفوا ماده بالجامعه وهي اول سنه هي الحياه العمليه، نطلع بحياه نظريه. ليش؟ ايش بيعلقوا بحلقه بيتخرجوا بروح على الشركه بيقولوا له لازم يكون عندك خبره حتى تشتغل، بس بيقولوا له بدك تشتغل حتى يصير عندك خبره، ما بيعلقوا بهالحلقه الفاضيه هاي مشان يطلعوا منها. انت وقت داخل جامعه اشتغل بمجال عملك وانت عم تدرس، بالعكس بتعطيك خبره عمليه تحمل ضغط تصير. نحن الضغط عندنا بالعماره جدا مهم، بيكون عندك ستريس ليفل يكون متحكم. صحيح، هذا الشيء كلياته بيساعدك وقت تشتغل مجال عملك، تتخرج تكون انت الناس تطلبك تصير، ما انت بتروح لعندهم. اي فكره بتصير انت بتنطلب، وقت انت بتنطلب بتقرر لا اما تفتح شركتك لا اما تشتغل براتب. نعم، جدا جيد. نعم، الله يوفقهم جميعا. يوفقك كمان لك، وان شاء الله هيك يا رب هيك بنلتقى معك باول مشروع بالبلد، بلدنا الغالي سوريا ان شاء الله سوريا. يا رب. شكرا لك المهندس المعماري مهند باشا على وجودك معنا. بدنا نقول لك الف مبروك مره ثانيه على الجوائز العالميه اللي حصلت عليها ورفعت اسم سوريا عاليا، ودائما الشباب السوري له حصه خاصه بصباحنا غير، وضمن يمكن الامكانيات الموجوده عم يحقق نجاحات واسعه على مستوى العالم. شكرا كثير لك. شكرا لكم يا رب. تسلموا. يعني مع هالفقرات العديدة والمتنوعة نور، ومع صباحنا المميز اليوم مع الإبداع وكمية الإبداع، بكون سوري دائما مبدع رغم كل الظروف. سوري بامتياز أكيد. بكون صباحنا وصل لختامه، والشكر الأكبر لمطعم بيرلند على استضافته لنا خلال هالرحلة الصباحية اللي عم نرافقكم فيها ضمن ساعة وربع من الوقت. بدنا نأكد أنه دائما الظروف الصعبة
لابد وأن تمضي وبتمر، الظروف صعبة على الكل، ولكن دائما خلوا الأمل مفتاح لغد أجمل. يعطيك العافية نور. يعطيك العافية سالي. لهون بكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام. يا رب هيك يعم السلام على جميع أنحاء العالم، وبلدنا الحبيب سوريا تبقى بألف خير. إلى اللقاء. باي باي.